يا هلا والله بالجميع، معكم بدر وعدنا معكم في مراجعة الحلقة الثالثة من مسلسل سيد الخواتم خواتم السلطة. وقبل ما نبدأ وعشان ما نظلم المشاهد اللي ما له علاقة في الرواية والكتب، راح أراجع الحلقات بقصتها المنفصلة عن الرواية وأبين الأشياء اللي قد تكون مواضحة للمشاهد، وبنهاية المقطع راح تكون جزئية الفروقات والسلبيات إن وجدت، وبيكون هذا النهج لكل حلقات المسلسل بإذن الله. فقبل كل شيء لا تنسى اللايك والاشتراك بالقناة، وبسم الله نبدأ بالمراجعة. الحلقة الثالثة بعنوان أدار، وهذا اسم شخصية للمسلسل واللي له علاقة بطريقة أو بأخرى مع ساورون مثل ما بتبين الأحداث. ولاحظت فيه تغيير في الأشكال اللي في بداية الانترو، مثل شكل النجمة الخماسية وهو شكل خريطة نومينور، وأيضا شكل الجبل واللي باعتقادي هو الجبل المقدس المينيل تارما، وهو أعلى قمة في نومينور ويقع في منتصف الجزيرة، واللي ذكرني في أغلفة كتب السيلماريليون والحكايات الغير مكتملة. وأعتقد ممكن نشوف الأشكال تتغير في كل حلقة على حسب القصة. وفي بداية الحلقة نشوف أروندير اللي تم القبض عليه في الحلقة السابقة في نفق الأوركس، وهنا يصحى ويلقى نفسه سجين تحت الأعمال الشاقة واللي هي استكمال النفق، أعتقد إلى مكان معين داخل موردور أو مثل ما هي في المسلسل الأراضي الجنوبية. ونسمع الأوركس كيف يبجلون أدار وأنها الشخص له مكانة عالية عندهم، والمفاجأة يلقى أروندير كل الحراس اللي كانوا في البرج بما فيهم القائد، واللي كنت أتمنى أشوف كيف حصل هالشيء بما أن البرج اللي كانوا فيه محصن ومرتفع بعيدا عن كهوف الأوركس. ننتقل بعدها لجلادريل وهالبراند اللي تم إنقاذهم في الحلقة اللي قبلها من سفينة مجهولة، واللي اكتشفوا انها من سفن نومينور جزيرة البشر. وتتقدم لنا شخصية القبطان إيلينديل واللي هالاسم مو غريب عليه، نعم هو الملك إيلينديل اللي شفناه في مقدمة افلام سيد الخواتم، وهو طبعا الجد الاكبر الأراغون، ولكن مثل ما نعرف هالاحداث تقع سنين طويلة قبل ما نوصل لذيك الحقبة. بعدها ننتقل لنومينور، جزيرة ومملكة البشر العظمى واللي أقل ما يقال عنها خيال يا جماعة. المملكة الحضارية المتقدمة في كل النواحي عن ممالك الأرض الوسطى الأخرى في ذاك الوقت، واللي مو مثبت مكان نومينور، هنا نومينور وهنا مواقع القصة الثانية. وباعتقادي الحلقة قدمت هالمملكة بشكل مثالي سواء في التصوير أو حتى في سرد تاريخها. These men stood with the elves. As a reward, the Valar granted them this island. It has changed much since then. ومثل ما قالت جلادريل، بعد حرب الغضب تم مكافأة البشر اللي شاركوا في الحرب بهالجزيرة اللي رفعها لهم من أعماق البحر الفالا أولمو إله البحر. وما كانت بس هذه المكافأة، النومينوريين أعطاهم الفالار طول العمر بحيث يوصل عمر الشخص للمئتين سنة وأكثر، وأيضا الكمال بالأجسام بحيث يقاربون بالطول حتى للجان. وهنا كان قصد جلادريل لما قالت الهالبراند إن هالبشر ما هم مثلك، بحيث صار بشر الأرض الوسطى يعرفون باللسر من أو البشر الأدنى. وهذا شفناها حتى في الأفلام لما اكتشفت إيوين إن أراغون سليل النومينوريين عمره 85 سنة. You are one of the Dunedain, a descendant of Numenor, blessed with long life. It was said that your race had passed into legend. عموما في معلومة بعد قالتها جلادريل عن منع نومينور رسو سفن الجان وقطع كل سبل التواصل. ومعليش تحملوني شوي، الحلقة هذه فيها إسقاطات كثيرة لأحداث ما قبل المسلسل، فضروري أن الأمور هذه تكون واضحة. في بدايات نومينور كان الجان والبشر في علاقة صداقة متينة، وكانت سفن التليري من تول إيريسيا تزور نومينور محملة بالهدايا، وحتى أن لغة نومينور الرسمية
كانت لغة الجان أو الكوينيا، وكان الشرط الوحيد للفالار أن البشر ما يزورون فالينور فيما يعرف بحظر الفالار. ولكن بعد حصول ما يسمى بفترة الظل على نومينور، وهي وقت ما بدأ النومينوريين يستاءون من الموت ويتعلقون بالحياة أكثر وأكثر، وبدأ البعض منهم يلعن حظر الفالار ويشوفه السبب في لعنة الموت، وزاد الموضوع لحسد وكره النومينوريين للجان بما أنهم خالدين، وقطعوا علاقاتهم معهم، بل وبعض الملوك استبدل اللغة الرسمية لنومينور من الكوينيا للأدونايك وهي لغة البشر. ونشوف هالتحول في أسماء بعض الملوك اللي تبدأ بتار وهذه لغة الجان إلى آر وهي الأدونايك. ومن ذيك اللحظة بدأت أعمار النومينوريين وملوكهم تقل، وانقسم الشعب لحزبين: حزب رجال الملك الساخطين على الفالار والجان، وحزب المخلصين المحبين للفالار والجان. طبعا استمر كره الملوك للفالار والجان لحين وصول الملك تار بالانتير، واللي بنتكلم عن قصته بعد شوي. للي ما عنده مشكلة يحرق بعض الأحداث وحاب يشوف ملوك نومينور وبداية الظل، يقدر يشوف مقاطع ملوك وملكات نومينور اللي ترجمتها مباشرة من الكتب، وبترك روابطها في خانة الوصف. عموما ننتقل للبلاط الملكي لنومينور. طبعا بدون ما أقول الأماكن والتصوير خيال بمعنى الكلمة، وردة فعل الحارس لما شاف غلادريل كافية توضح كره البشر للجان. ونقابل الملكة الوصية على العرش ميريال ومستشارها فارازون. ويا جماعة الخير، ما شفت بجاحة وتفاهة أكثر من شخصية غلادريل في هالمسلسل لحد الآن. يعني هم أنقذوك وجايه قدام ملكتهم وتهايطين عليهم ومو شايف الناس شيء. It is because of the elves that you were given this island. But one way or another I will depart. I have no need of your welcome. جد يعني يا لطيف يا ثقالة الدم، ولا أدري كتاب المسلسل الوين رايحين مع هالشخصية. عموما بعد ما هالبراند رقع الموضوع، نشوف فارازون اللي هو ابن عم ميريال بالمناسبة، يقول يجب حل المسألة بسرعة ولا نريد استعادة عداء الناس لأبيك. وهذا يرجعنا لموضوع أب ميريال اللي هو الملك تار بالانتير. مثل ما قلنا الملوك في وقت من الأوقات تحولوا لعداء الجان ابتداء من الملك الثالث عشر، وابتدأوا رسميا في تغيير الألقاب الرسمية من تار إلى آر في وقت الملك العشرين آر أدوناخور. وهذا يوصلنا للملك الثالث والعشرين آر جميلزور. وهالملك كان عدو لدود للمخلصين، فحصل أنه تزوج إنزيلبث وهي تنحدر من سلالة أسياد أندونيي اللي هم أجداد إيلينديل، واللي كانت بدون علمه من المخلصين، وأنجب جميلزور منها ولدين جيميلخاد وإنزيلادون. إنزيلادون كان على هوى أمه وكان من المخلصين، بينما جيميلخاد كان يتبع أبوه من رجال الملك. فلما وصل إنزيلادون للحكم غير استخدام الأدونايك إلى لغة الجان في لقبه الرسمي، وأصبح تار بالانتير واللي يعني بعيد النظر، وهو نفسه الشخص اللي تنبأ بأن شجرة الملوك في حال ذبلت فسوف ينقطع نسل الملوك. فلما نرجع لكلام فارازون عن أعداء أبو ميريال، فهو يقصد أعداء الناس اللي أكثرهم من رجال الملك لحكم تار بالانتير المخلص للفالار والجان. وبنفس الوقت نشوف ميريال ما تعرف إيلينديل واللي يعتبر قريبها، ولكن مثل ما قلنا قصة المسلسل مختلفة نوعا ما عن الكتب. عموما ننتقل بعدها ونشوف إيسيلدور ابن إيلينديل واللي على ما يبدو انه في اختبار ليصبح بحار، ونشوف كيف ارتباط النومينوريين الشديد بالبحر. The sea is always right. The sea is always right. وتتقدم لنا ايضا اخت إيسيلدور إياريان، وهذه شخصية مضافة للمسلسل فقط للمعلومية، لأن إيلينديل ما أنجب إلا ولدين هم إيسيلدور وأناريون. ننتقل بعدها لميريال وإيلينديل ونشوفها تقول نبوءة أبوها عن نسل الملوك، ونشوفها بعد كذا تختبر إيلينديل إذا كان من المخلصين أو لا، واعتقد بعد ما تأكدت أعطته ترقية لقائد حراسة وأعطته هالسيف.
طبعا البعض تكهن ان هذا هو نارسيل السيف المشهور، ولكن اعتقد انه مجرد سيف التكليف والمنصب لا اكثر. وبعدها اكيد وبلا شك جلادريل الخارقة هربت من الحبس وتحاول الرجوع للأرض الوسطى، ونشوف إليندييل المكلف بمراقبة جلادريل يكسب ثقتها ويذكر موضوع قاعة العلوم اللي فيها كل ما يتعلق بالجان، واللي أعتقد هنا يقصدون أندوني منشأ إليندييل والمخلصين في غرب نومينور. بعدها ننتقل للشخصية المثيرة للجدل هالبراند، ومع حدادين نومينور اللي يعتبرون لا يقلون مهارة عن الأقزام والجان، يقول إنه أفضل من يتقن هالحرفة على هالجزيرة. وهذا خلاني أرجع للحلقة اللي قبلها وأشوف كيف نجا من هجوم الوحش مرتين، وكيف في هالحلقة بحدة لسانه أقنع الملكة بالجلوس في نومينور، وبنشوفه بعد ما يقول له الحداد إنه لازم يحصل على دبوس الحدادين اللي أشبه بالرخصة لممارسة المهنة، يخدع الجميع ويحصل على الدبوس. وزيادة على هذا بعد ما تنكشف خدعته قدر يلطش الأربعة الحالة يا جماعة، يعني جد علامات استفهام. ولكن اذكروا لي آراءكم عن هالشخص في خانة التعليقات ونشوف ايش يطلع معنا. ننتقل بعدها لقاعة العلوم، وترسم جلادريل علامة ساورون في محاولة لإيجاد أجوبة، وياخذنا الحديث عن إلروس وكيف انه أول من بناها القاعة، وإن هالشخص هو أخ إلروند. ومرة ثانية لابد نرجع للتاريخ عشان توضح الصورة. باختصار خلال العصر الأول كان فيه بشري يدعى إيرينديل البحار، وكان متزوج من نبيلة من الجان تدعى إلوينغ، وأنجب منها التوأمان إلروند وإلروس البشر أنصاف الجان. وبغض النظر عن تاريخهم، إيرينديل كان شاهد على سطوة مورغوث، وبذاك الوقت جميع ممالك الجان قد دمرت والأرض الوسطى كانت في قبضة مورغوث. فحصل أن إيرينديل وزوجته إلوينغ أبحروا إلى فالينور في مهمة لاستعطاف الفالار لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من مورغوث. وبقدرة السيلماريل قدر إيرينديل على سفينته الأسطورية فينجيلوت يوصل لأراضي فالينور، وكالبشري الوحيد والأول اللي مشى على الأراضي الخالدة وصل لمحكمة الفالار وقدر يستعطفهم لتدمير مورغوث. وبسبب رسالة إيرينديل أرسل الفالار جيوشهم وبدأت حرب الغضب اللي انتهت بسقوط مورغوث. طبعا بسبب أن فالينور كانت محرمة على الفانين، حكم الفالار على إيرينديل وإلوينغ بعدم الحياة مع البشر أو الجان أو العودة للأرض الوسطى، وأن يختاروا إما مصير البشر أو مصير الجان. فاختار الاثنان مصير الجان ورفعوا للسماوات مع السيلماريل على السفينة فينجيلوت، وأصبحوا النجمة اللي تعرف بنجمة إيرينديل. I give you the light of Erendil, our most beloved star. طبعا الخيار أيضا وصل لأبنائهم إلروند وإلروس. إلروند اختار يكون من الجان، وبكذا صار معروف بإلروند نصف الجان، وإلروس اختار حياة الفناء وأصبح أول ملوك نومينور، واللي ينحدرون من نسله جميع الملوك. عموما تكتشف جلادريل وإليندييل إن العلامة ما هي رمز وإنما خريطة لموقع البرج. وفي الرسالة القديمة نشوف كتابات بلغة موردور السوداء واللي هي مشابهة لنقش الخاتم الأوحد، وكيف إن هالخريطة هي خطة لعودة ساورون وبناء مملكة الظلام. وطبعا البرج المقصود هو بلا شك برج برادور الشهير. بعدها نروح للهارفوتس ونشوف طقوسهم اللطيفة وكيف انهم يتنقلون بين فصول السنة، والاهم في هالمشاهد هي نوري ومحاولتها الوصول لكتاب سادوك اللي هو عبارة عن كتاب نبوءات وعلامات تقريبا، واللي منها تحاول تلقى نفس الابراج او النجوم اللي رسمها الغريب، واللي باعتقادي بتكون الحل اللي بيكشف لنا عن شخصيته الحقيقية. وبعد ما يكتشفون الغريب وأثناء الجدل وتوبيخ نوري، نسمع إسقاطه من سادوك عن قصة إيرينديل اللي شرحناها من شوي. Have you ever heard tell of beings falling from the stars? I've heard of beings who were turned into stars. Never the other way round.
ننتقل بعدها لإيلينديل في مشهد عائلي بين الأب وأبنائه، والحمد لله أن أناريون موجود بالمسلسل. وهنا إيسيلدور يحاول يأجل اختبار البحر لأنه يبي يستكشف السواحل الغربية، ورد إيلينديل بأن الماضي قد مات. كان فيه تلميح لفقدان إيلينديل وعائلته لأمارة مدينتهم أندونيي، واعتقد أن هذا اقتباس جيد لأن فعلا هذا الشيء حصل، وانتقل إيلينديل وعائلته للسواحل الشرقية. ننتقل بعدها لجالادريل وهالبراند من جديد، ونشوف النقاش العجيب، وفيه تقول أن هالبراند يحمل علامة ملك وحد الجنوبيين وأنه هو الوريث لهالملك. وبصراحة ما في أي قصة مشابهة لهالقصة في الكتب، وعلى ما يبدو أن هالبراند وراه أسرار كثيرة وهو سر الموسم، مو الغريب اللي كانوا يروجون له أمازون. عموما في مشهد أخير في نومينور نشوف ميريال تروح للبرج، واللي أعتقد إما البرج اللي فيه تار بالانتير أو برج البالانتير حجر الرؤية، ونسمع كلامها عن وصول الجان واللي كأنه تصديق النبوءة قديمة، واللي أيضا يثبت إن ميريال فعلا على خطى أبوها ومن المخلصين. وأخيرا ننتقل للحظات الأخيرة، ونشوف أروندير والجان اللي معه يحاولون الهروب بعد مشاهد أكشن جيدة الحقيقة، إلين ما يجي الذيب واللي بصراحة كأنه كلب فيه عيوب خلقية وبعيد كل البعد عن كلمة ذيب، وكان بالإمكان أفضل مما كان للأمانة. ولكن اللقطة اللي تقهر هو موت هالممثل العظيم، وبعيدا عن كل شيء والله حرام انظلم هالممثل بهالدور الثانوي، وكان يقدر يقدم أدوار رئيسية وأفضل من ممثلين بهالأدوار. عموما تنتهي الحلقة بلقطة أدار الشخصية الجدلية حاليا، والحقيقة في كثير تخمينات عن مين ممكن يكون. الأولى تقول إنه ساورون، وأعتقد هذا احتمال بعيد بسبب تصريحات أمازون بأن ساورون ما راح يظهر بالموسم الأول. والثانية تقول إنه ميغلن الجان الخائن اللي تحالف مع مورغوث في العصر الأول. والثالثة تقول إنه ماغلور آخر أبناء فينور واللي ما ذكر عنه شيء سواء باقي حي أو مات. طبعا بهالحالة لابد نرجع للرواية عشان نعرف إذا فعلا ممكن يكون واحد من الاثنين. ميغلن في الرواية قتل ورمي من قمة شاهقة في غوندولين، حتى إن وصف موته إنه ارتطم بالصخور 3 مرات قبل يسقط في نيران التنانين اللي كانت تحرق المدينة. أما ماغلور فآخر ما ذكر عنه إنه كان يهيم على شواطئ الأرض الوسطى، ومع إن ما فيه نص يذكر إذا مات أو لا، ولكن لابد نرجع للعنة ماندوس اللي حلت على فينور وأبنائه مع سائر النولدور، واللي تذكر تحديدا مصير أصحاب اللعنة. وعلى الرغم من أن إيرو أشار أنكم لا تموتون في إيا ولا يمكن لأي مرض أن يهاجمكم، ومع ذلك قد تذبحون وسوف تذبحون بالسلاح وبالعذاب وبالحزن، وعندها ستأتي أرواحكم المشردة إلى ماندوس، وأولئك الذين سيصمدون في الأرض الوسطى ولا يأتون إلى ماندوس سوف يتعبون من العالم وكأنه عبء كبير، وسوف يتلاشون ويصبحون كظلال من الندم قبل العرق الأصغر الذي سيأتي بعد ذلك، قد تحدث الفالار. طبعا اللعنة أطول من كذا، وجميع هالأحداث مذكورة في سلسلة تاريخ العالم على القناة. وبالنظر لهاللعنة فكل من كان ينتمي لها قد قتل بشكل أو بآخر باستثناء جالادريل اللي تم العفو عنها، فهذا دليل إن ماغلور غالبا قد مات أو تلاشى. وزيادة على هذا تولكين ذكر نص صريح عن استحالة وجود جان في صف ساورون، وهذا كان في حرب التحالف الأخير نهاية العصر الثاني، واللي فيما معناه إن جميع الأعراق متواجدة على الطرفين إلا الجان كانوا جميعهم ضد ساورون. فبالنسبة للرواية مستحيل يكون جان يخدم ساورون، ولكن المسلسل مثل ما نعرف ياخذ اللي يبي من الرواية ويحرف مثل ما يبي، فما أستبعد يكون فينور بنفسه، يعني عادي جدا. والآن أعزائي راح أتكلم عن الفروقات بين الحلقة والرواية وأي سلبيات شفتها. أولا جالادريل،
جلادريل يا جماعة الخير ما طلعت من الأرض الوسطى نهائيا بعد العصر الأول، ولا راحت إلى نومينور، ولا هي بهالتفاهة وهالتصرفات الطفولية أبدا. وكل اللي أشوفه هو تشويه فعلي لاسم هالشخصية بدون ذكر لتمثيل الممثلة التجاري، فالله يعين عشاق الرواية على سذاجة قصتها في هالمسلسل. ثانيا ميريال. ميريال أولا ما هي سمراء، وبينت هالفرق في مقطع أسباب رفض المسلسل. ثانيا هي شخصية هامشية وما صارت ملكة أساسا، ولا تحل ولا تربط بشيء. وفرزون هو أقوى حكام نومينور وشخص دكتاتوري لدرجة أنه أخذ الحكم بالقوة وعمره ما كان مستشار الميريال. ثالثا كاليبورن. كاليبورن وينه يا جماعة؟ كاليبورن زوج جلادريل اللي كان معها في كل الأوقات باستثناء وقت الحرب لسه مو موجود، ولكن السبب باعتقادي هو في النقطة الرابعة. رابعا أجندة النسوية يا جماعة. الحصيلة على حسب ما أشوف لحد الآن عندنا كابتن مارفل، وندر وومن المرأة الحديدية، الشخصية الرئيسية في المسلسل اللي مو شايفها الناس شيء، جلادريال مثل ما يقولون، من الجان اللي ما تحتاج زوج أو أب أو أخ أو أي أحد، يعني إندبندنت ألف يا حبيبي. ثانيا عندنا برونوين البشرية اللي أنقذت الجنوبيين من الأوركس. ثالثا الثورية الهارفوت نوري براندفوت. رابعا النومنورية الملكة ميريال. خامسا تسفيه شخصية إيسيلدور، اخترعوا شخصية الأخت بحيث يصير إيسيلدور هو المراهق الفاشل واللي مشاكله كثير، والأخت هي الناجحة والنابغة اللي قد المسؤولية. يا جماعة الخير إيسيلدور شخصية من أعظم شخصيات تولكن. هالرجل أسس ممالك وحارب في أعظم حروب العصر، ومقارنة بالكتب إيسيلدور المسلسل ممكن أعطيه خادم خادم إيسيلدور الفعلي. والرسائل التافهة هذه وصلت لدرجة إن حتى اللعبة أو المسرحية نشوف الملكة اللي هاجمها الوحش تنقذها البطلة وليس البطل. فالمسلسل يا جماعة الخير محشي أجندة تافهة، وكل الأعراق لحد الآن تقودهم نساء، مع أن عالم تولكن مو محتاج هالحشو، والشخصيات النسائية القوية كثير، ولكن هالمرض متفشي في أغلب الأعمال للأسف. ونجي أخيرا لتقييمي للحلقة بناء على الأربع أشياء الأساسية. الموسيقى كانت جيدة بشكل عام، ولكن ما كانت بقوة أول حلقتين، فراح أعطيها 8/10. المؤثرات البصرية أعتقد إلى نهاية المسلسل بتكون 10/10. قصة الحلقة كان بناءها متماسك وأفضل بكثير من الحلقتين الأولى، وأعتقد تستحق 7/10. أما الحوارات والتمثيل فكان كل شيء ممتاز باستثناء التافهة اللي ما يحتاج نقول مين، فأشوفها تستحق 5/10. إذن التقييم النهائي هو 7.5/10، يعني النص هذا دليل الحنكة يا حبيبي. وبالنهاية هذا كان رأيي، ولكن الأهم هو رأيك عزيز المشاهد اللي أتمنى تشاركني فيه في خانة التعليقات. وأعتذر على الإطالة يا جماعة، ولكن مثل ما شفتوا الحلقة كانت مليانة إسقاطات شفت أنها تحتاج توضيح. لا تنسى اللايك إذا عجبك المقطع، ويشرفني تتابعني على مواقع التواصل الاجتماعي تويتر وإنستا وتليجرام، وأراكم في الفيديو القادم.